الوالده واش الدريه جا مغش دير عقلها مالا وليدي اش دار واش انا والد ما كنقول قصر طال لاصو انت كتسير طال لاصو انت كتشجع على هادشي وعلاش وليدي مال لاصال الوالده انا راه كنت غادي في الزنقه الناس كينعتو فيها علاش كينعتو فيها الله اعلم انا محشر في الدرب تقول لي اختو كترين مع الدراري كدير مع الدراري ما خصكش تمشي لاصال اصلا علاش يا وليدي لانطريما مزيانه كلشي الناس تتريني واش شافوها الناس تدير شي حاجه لي خايبه ما تبقاش وليدي تسمع من كلام الدراري وتسمع هكا حتى تشوف عليها شي حاجه خايبه يمكن لك عاد دوي وانا نطريمه كلشي الناس نايضه تدير دابا لانطريمه وليده راه ديما كديري يد الفعيل الوالده شوف الوالده انا كنحشارمك ودير فوق راسي ولكن الدريه عم اختي ما بغيتش تريني ما بغيتش انا ممنوع الدريه تريني حشومه عيب وعار ان الدريه تريني والدري في الدار انت غادي في الزنقه بنادم ينعت فيا بنادم يدير فيا تمني انا ماشي راجل واش ما ديرش شي قايمه في الدار هذه عيقتي الوالده واش انا مقاد هو معايا ودو معاك انت هادشي انا ما خدامش الوالده هادشي انا ما خدامش الوالده شي كدير شوف اوليدي الله يرضي عليك حررتي علينا في الصباح الدوي مع الغدا الدوي بالليل الدوي صافي بزاف هذا بزاف الوالد واش تدير هاد البنت تدير شي حاجه اللي خايبه لا الوالد بغات شي لاصال انا ما بغيتش ترينا الدريه هذه الدريه تمشي لاصال عيب وعار هادشي كديرها ما خدامش راك الحشار ما بقاش خليها تمشي لاصال ولا غندير فيها شي حاجه ما كايناش ولكن هاد ولدي هاد بك حررتي علينا في الصباح بلا مع الغدا مع الليل هادشي الشومه اي ولات كضرب عندنا الطابله شويه غتهز الطابله ضرب ليها وليدي ما تديرش شي حاجه اللي خايبه ما تديرش هاد الدريه خايبه انا هي اللي امها وانا مسؤوله عليها سيري تاكلي فيه لا تاكلي واو لا حررتي علينا وليدي حررتي عليك انا ما غاديش تاكل الدراري العيب عليك الا لقيتيها تدير شي حاجه خايبه واخا مي لا صنا الناس قاعد نايدا تدير السبور صافي باقي جالس صافي انا خليك الماكله كاع ولا خويا انا قهرتوني يا وليدي وحق الله لك انا غادي نطيب من اليوم ما بقاتش نطيب ليكم هي غضبات وانت غضبتي والله لا حريتوها عليا لهلا يوكلوا ليكم شي انا نصدقوا في الزنقه خير ليا منكم نتوما ايوا مشينيش بوطا انا حيت ما شفتكش بالصح هي اصلا شي ما بقيتيش عاجبان علاش نوك بلي دغراتي غنساليو ولكن علاش شنو السبب ما كتشوفيش طراتك اش كديري علاش ما عرفتيش غديري اختي سيري بحالك ولكن غير شرح لي سيري بحالك سيري بحالك عاوتاني داك الميخ باش تبدلي غيقولي لي ديك بحالي شويه قصح قلبك على البشر انا ما تندافت حتى شي واحد ترى عارفاني كي دايره غير سبور قاصحه مع بنالي كيما يكون كي كبير كي صغير يقل جاري دايما تنقولها لي تبدلي شويه انت عارفه فحبتي شحال وانا معاه وعارفاني بلي كنبغي وزيدو مرا موعد من الزواج ديما كيقولها لي واخا هو بعد مرات كيقمعني بزاف الحوايج صاحبتي عصبتيني من الاخر وكان قبلات نشوف في الزنقه وغادي نوري باش هاد المره ما بقاش يدور بك حتى بعدي منه صافي نساي ايوا اختي الله يعطيها غير شويه من قلبك بعدي منه ذكرى ما غاديش يصلح لك راه قلت لك شحال من مره ونتي ما عرفتش مالك الله يهديك وصافي تبعيني في طريقي وغتشوفي صافي بعدي منه شويه داك الدري راه حتى واحد ما تيبغيه ما مقبول ما والو ما عرفتش دخل
ياك ما هيند هين 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 مالك هين هين مالكي ماما قول لخويا بعد مني راه غيخرج ليا على حياتي مشى ليا تلاطر والناس يتفرجوا فيه علاش مالو عاوتاني تمتريني خرجني واش بغاني نكون بحالو انا وبنتي داك النهار دوينا يوميا تندوو في هاد القصه هو عطا الدور بغاني حتى انا نبقى ندور بحالي بحالو قولي ماما من بعد من غيخرج ليا على حياتي لا بنتي ما يخرجش لك على حياتك لا لا تيجي اختي وغادي ندوي معاه بنتي تيجي وندوي معاه راه خوك واش غادي نديرو لي غادي نبدلو هاد الشيء خويا غيبغي لي الخير ما يبغيش لي شي حاجه راه باغي لك الخير ولكن الدراري دابا دابا هو تيسمع حتى كلام تاع الدراري شوفي قولي بعد مني ولا غندير شي حاجه في راسي صافي قولي تفرخ مني انا بعدا يا باش تكون في بالكم الصبر راه ما غاديش نحيدو من بالو خا يبقى فيا عظم بعد انا قلتها ليك اختي تيجي وغادي ندوي معاك تيجي وندير انا وياه حل ماما قولي تفرق على اختي ما تدير حتى حاجه خايبه هي غير تدير الصبر حتى انا ملي غنكبر حتى انا غندير شي حتى انا غندير الصبر ماما الا درتو يقول لي شي واحد يحيدي ما نحيدوش كيفاش تسوق راسك بنيتي تزيدي عليا فتيايا انت بعيده على هذا الشيء صافي يا ماما دابا انا ساكته يلا وسكتي وليدي الله يرضي عليك ولي بغيتي رضاتي الله يرضي عليك ما بعد من خطك وليدة واش انا واش انا واش نعدكم في الدار انا كنقول اللي خصو يدار الوالده ولكن وليدي اختك ما تدير حتى شي حاجه اللي خايبه راه شو مالك هادشي اللي تدير وليدة تنحضى لاصال وليدة فما لقى في لاصال نجري على هذيك حد علاش ما غتستافد والو في ديك لونطريمه والو علاش وليدي اللي ما غاديش تستافد والناس كلشي تدير هاد لانطريمه علاش والعيب عليك وليدي لقيتي اختك تدير شي حاجه خايبه وليدة لا دير لك حاجه خايبه غديرها ولا بغات ديرها غديرها غتشوف شي حاجه كشهر من هادشي لا صال واش درت لها بقره هادشي حاجه خايبه لا صال ما خصش تمشي للوالده منوع على لا صال انا علاش مزيود انا باش نتبايضه صافا الوالده ووليدي انا اللي تنحكم في الدار لا رضي عليك انا اللي تنحكم وليده شوف انت تدخلي ما عندهاش باها وقلنا انت فعاود باها ولكن باش تحبس على السبور انا اللي تنحكم دابا في الدار الله يرضي عليك الوالدة دبرك من المشاكل الوالدة انا اللي غادي ان شاء الله غادي نلقى في ديك الدري على يدي لاصال ممنوع حيت ما غتستافد والو وما كدير والو حتى حاجه ما كنستافدو منه ديك لاصال خسر الفلوس بلا بلا والو اصلا لاصال دارت الرجال ماشي العيالات كاين ولا ما كايناش لا وليدي علاش دارت على الرجال الوالدة انا وانت ما غنتفاهموش علاش حيت انا دابا الجيل ديالنا جديد وما الجيل ديالكم قديم يعني ما غنتفاهموش وليدي دابا غنتندبو انا وياك دابا ضحي الوالدة انا ما غنتفاهمش معاك ولا حول ولا قوه الا بالله هذا لا ولا هذا لا الحشومة عليكم هادشي اللي تديروا ليا لا حشومة عليك هي تقول هضره وانت تقول هضره ولكن شتي انا الحق راه ماشي منها هي انت اللي فيك لافوت شتي تكون عندك تعطل اصبر اصاحبي دابا غيت دابا دابا نبقاو نستناو هنا رزق اليوم غناخذ اليوم غناخذ رزق اليوم اليوم
وعبدو وعبدو صافي والله تجيب لك راسك انا ودا داير هين تجيب لك راسك والله ما راه هين دادي نوض صاحبي نوض صافي هادشي اللي هين مشي ضرب شي هادو وصافي دابا نوض نوض واش كلي دغيا صافي يلا حيدو من هنا يلا حيدو يلا يلا سلام يلا الوالدة صافي وعينيك ما بدك عينها فالوالدة صافي بعدي مني الوالدة وبالله بعدي مني هين دماغ خوك وراه شتو شي دراري دوروا لقيتهم خاشين وانت مشيت لهم عرفتي كي درت لهم هيا عبدو يكثر تقول لختك الصفور ما ديريوش والدراري تيدعوا عليا وتيقولوا عليا ودابا شكون اللي لقيتي عبدو صافي الوالدة غفلوني الوالدة لا ماشي غفلوك سير وليدي نهار كله وانا تندوي معاك الله يهديك تدخل دير السبور تاتايا ماشي غتاكل وتنعس والزنقة ماشي تبقى راقد ها انت اليوم لقيتي اختك اللي كنتي تتحبسها الا ما دير السبور ها انت لقيتها هي غير بنت وكالات عليك ايوا بقاي بعدا في جنبه بقيت الدراري صحابو باكين تيتفرجوا فيه وانا مشيت لا باش تعرفي السبور شنو الوالده والوالده انا اصلا فكرت ندخل لونطريا ما ابر على هي انا اصلا كنت داير كشناوي ندخل لونطريا من السبور هادي كاينه كنت ناوي ما دويتش معاك في هادشي لا ما دويتيش معايا ايوا صافي صافي سير هادشي اللي بغيت لك اوليدي اللي بغيت لك دابا بغيت اوليدي دابا ما تبقاش ترقد صافي الوالد ما بقاش عاقل قدامها قالوا بالك الوالده طلعت راجل عشي دارت ليهم واحد ضربته الكابار واحد ضربته الكروشي عشي ما بقاش كنشوف انا في اللوبر ويكي كاع وحدي كنصحاب شي وحدين ماما عشي ما شفتش انا بعدا تصدمش انا بعدا برافو ليها غادي نشجعها وغادي نطلب منها السماح حيت عندك راسك شي صحابك يتفلاو فيه وكذا ولكن خويا دريت العاج معايا راجل ترى والله الا شوفي هين اللي كان حاقرها وتيقول لك لا الصفور وكان يحرم علينا الغداء ويحرم علينا الفطور ويحرم علينا العشاء لا اختي ما ديرش الصفور ودابا الحمد لله تنتمنى الله خواتاتي احبابي راه الصفور شي حاجه في الحياه راه تنفع بزاف في الحياه السلام عليكم حبابي توحشكم بزاف بزاف المهم الناس اللي ما كتوصلوش النوتيفيكاسيون ملي كنلوح فيديو ما كيوصلو حتى شي حاجه كيولي بنادم ما كتلوحش المهم عافاكم ديروا هذا الجرس هذا اول حاجه قدامكم عاودوا ديروا الجرس حيدوا عاودوا ديروه باش فين ما نلوح شي فيديو يوصلكم نتوما الاولين حيت علاش باش تبقى لي انرجي وكل جديد وكذا وهذه وتحياتي لكم وبارطاجيو باش انا معكم ديما واش بان لكم ندير لكم شي فلوق في اكادير يبغى فلوق في اكادير اكتبوا لي في كومونتير كنبغيكم بزاف ديروا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي بيس ليكم